مشاهدينا للمزيد ورحب ضيفي عبر سكايب من الحدود السورية التركية سيد صهيب جابر الصحفي في فرات بوست. أرحب بك سيد صهيب. 350 ألف قتيل في الحرب السورية كما ذكرت مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى أي مدى هذا الرقم حقيقي؟ يعني حقيقة ميشيل باشلي يعني هي تحدثت عن تقرير ليس كامل أو ليس نهائي، هكذا أتى في التقرير وأنا قرأته بشكل دقيق. يعني التقرير تحدث عن حصيلة لدراسة واحدة، يعني عادة ما تقوم الأمم المتحدة بتفعيل ورشات عمل لطبعا توثيق الانتهاكات في سوريا، ويكون هنالك تواصلات عن طريق اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان وعن طريق أيضا اللجان المنبثقة عنها من الأمم المتحدة، ويقومون بإحصاء عدد الضحايا في سوريا. التقرير الأخير الذي يعني ذكر هذه الحصيلة أكثر حوالي 350 ألف ضحية بفعل انتهاكات نظام الأسد والانتهاكات عموما في سوريا. طبعا التقرير ذكر بأنه هنالك امرأة واحدة بين كل 13 ضحية، هنالك طبعا أيضا طفل واحد بين كل 10 ضحايا تقريبا بحسب يعني ما ذكرت المتحدثة باسم هذه اللجنة التي أنتجت التقرير. لكن هنا لابد من التنويه أيضا إلى أن هنالك منظمات حقوقية أخرى مستقلة ليست أممية أجرت أيضا توثيقات خلال السنوات الماضية ووصلت إلى رقم أكثر من ذلك، إضافة إلى المنظمات الحقوقية المحلية السورية التي أيضا أنتجت عدة تقارير وثقت فيها عدد الضحايا بالاسم الثلاثي ومكان الاستهداف من قبل نظام الأسد أو لضحايا التعذيب في السجون والقصف وكل الانتهاكات، وكان هنالك أرقام أخرى تم توثيقها. إذا ما تم جمع أو التعاون بصيغة ما بين الأمم المتحدة وبين هذه المنظمات ومنها أمينستي منظمة العفو الدولية ومنها على سبيل المثال محليا الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنها يعني الكثير من المراكز الحقوقية البحثية، إذا ما تم التعاون بين هذه الأطراف جميعها وإحصاء عدد الضحايا ومراجعة أسماء الضحايا بالطبع سوف يصل العدد إلى أكثر من 800 ألف ضحية مدني تم استهدافه من نظام الأسد. يعني بعض المنظمات حتى تتحدث عن مليون ضحية في سوريا، ولكن أنت أشرت إلى الأمم المتحدة وعدم تعاونها ربما مع المنظمات الحقوقية، ولكن السؤال هل الأمم المتحدة دورها إحصاء أعداد الضحايا أم من المفترض أن يكون لها دور آخر؟ الأمم المتحدة بالمناسبة منذ عام 2014 توقفت حتى عن عملية الإحصاء. سؤال مهم جدا. يعني الحقيقة مهمة الأمم المتحدة هي منع حدوث هذه الجرائم. الحقول دون استمرار القتل والاستهداف للمدنيين، وهذا لم يحدث حتى اللحظة. 10 سنوات يتعرض فيها السوريون للقصف والاستهداف والقتل وكل أنواع التعذيب في السجون وانتهاكات يعني موجودة في أرشيف الأمم المتحدة وانتهاكات أخرى ليست موجودة حتى ابتكرها نظام الأسد للقتل والتعذيب. إذن مهمة الأمم المتحدة هي منع حدوث هذه الجرائم، وهذا ما عجزت عنه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموما، وهذا ما يطرح كثير من التساؤلات حول دور المجتمع الدولي أو موقف المجتمع الدولي تجاه المأساة السورية التي تحدث الآن. لذلك اكتفت الأمم المتحدة بالتوثيق. أيضا نقطة مهمة لابد يعني من التنويه لها، وهي أتت على لسان أيضا المتحدثة ميشيل باشليه التي قالت أنه هذه الإحصائية تثبت أن أعداد الضحايا أقل. يعني إذا ما تحدثنا أن أو قلنا أن هنالك 350 ألف ضحية سقطوا على يد نظام الأسد، 8 مدنيين وهذا معروف وهي نفسها تعرف هذا الأمر، 8 مدنيين يقتلون على يد النظام المسيطر على دولة ما أو الحاكم لدولة ما، هذا يعتبر يسقط الشرعية عنه ويجرمه ويجعله عرضة للمحاكمة الدولية. 8 مدنيين وليس 350 ألف بحسب تقريرها الذي تحدثت عنه. وهنا كان هنالك إشارة واضحة إلى أن المعلومات التي تقدمها هذه المراكز البحثية الحقوقية غير دقيقة، وهذا غير صحيح. يعني منظمة العفو الدولية وأمينستي المعترف فيها دوليا والتي
لها مصداقية قوية تحدثت عن أرقام أكثر من ذلك. منظمات محلية كما ذكرت أيضا قبل قليل ولها أيضا يعني اعتراف ومصداقية أيضا تحدثت عن أرقام أكثر من ذلك. إذن فما هو الهدف من إظهار الأرقام أقل غير أنه يعني هنالك نية أو سعي من تحت الطاولة لإعادة تدوير نظام الأسد، وهذا ما لا نتمناه كسوريين. نقطة أخرى أيضا مثيرة لي الانتباه سيد صهيب، أنه منذ بداية الثورة السورية نلحظ في التقارير الأممية وأحيانا في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية محاولة للمساواة بين جرائم نظام الأسد والانتهاكات أحيانا أو السقطات أو الجرائم، سميها ما شئت، التي تقوم بها بعض الجماعات المعارضة. وذكرت مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في حديثها مثالا درعا مؤخرا، حيث قالت بأنه في درعا ومحيطها تعرض مدنيون لقتال عنيف وقصف عشوائي من جانب قوات النظام، وهي قالت قوات الحكومة السورية طبعا، وجماعات المعارضة المسلحة. هل يمكن المساواة بين جرائم نظام الأسد وداعميه في سوريا وبين يعني ما تقوم به المعارضة؟ لا يمكن أبدا المساواة بين الضحية والجلاد بأي شكل من الأشكال، لا يمكن حدوث ذلك. موضوع المعارضة هو أمر آخر، يعني عندما نتحدث عن الانتهاكات والتوثيقات هنالك انتهاكات ارتكبت عن طريق بعض الفصائل التابعة للمعارضة، هذا أمر لا يخفى على أحد. لكن محاولة المساواة بين الطرفين أيضا، هنا لا أتحدث عن الجلاد والضحية المدني ونظام الأسد، إنما أتحدث عن جهة أخرى وهي المعارضة. حتى هذه الانتهاكات التي ارتكبتها لا تساوي نسبة مئوية ولا أي نسبة مئوية ولا 1 أو 2% من الجرائم التي ارتكبت على يد نظام الأسد وروسيا وإيران، الذين استخدموا كل أنواع الأسلحة وأسلحة أخرى ابتكروها لقتل السوريين وللتفنن بأساليب القتل والتعذيب. هذا كان موثق من الأمم المتحدة التي من المفترض أن تكون تحول دون وقوع ذلك، وموثق أيضا من الإدارة الأمريكية. على سبيل المثال كانت هناك اتهامات لضلوع فصائل المعارضة في مجزرة الكيماوي في دمشق، كان هناك محاولة من عدد من الأطراف في مجلس الأمن للإشارة إلى ضلوع المعارضة أو فصائل المعارضة التي كانت متواجدة في ريف دمشق، المكان الذي كان مسرح هذه الجريمة، لضلوعها في هذه الجريمة. بعد ذلك أتى تقرير من الإدارة الأمريكية نفسها أثبتت بدليل قاطع وعن طريق فريق عمل ضخم وتوثيقات ودلائل دامغة بأن هذه الجريمة مرتكبة عن طريق نظام الأسد بشكل واضح وصريح. مع كل ذلك كان هنالك بعض اللجان يحاولون تغيير اتجاه الاتهام إلى فصائل المعارضة التي ترتكب، من غير الطبيعي أن نقول أنها لا ترتكب بعض الانتهاكات وحتى جرائم في بعض الأحيان، لكن هذه الانتهاكات تعتبر على مستوى مجموعات وليس على مستوى جيش بأكمله موجه للقتل والتصفية والتعذيب واستخدام كل أنواع الأسلحة ضد الشعب السوري الثائر الذي خرج بالورود في بداية الثورة مطالبا بالحرية. أشكرك جزيلا الصحفي في فرات بوست صهيب جابر، كنت معي عبر سكايب من الحدود السورية التركية.